رفضت خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي الصفح عن قاتل خطيبها بعد غياب طويل عن الإعلام. وقالت خديجة جنكيز إنه ليس لأحد الحق في العفو عن قتلته، وذلك بعد إعلان نجلي خاشقجي العفو عن قتلتها. وجاء في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: جريمة القتل البشعة لا تسقط بالتقادم. وجاءت تدوينة خطيبة الصحفي السعودي الراحل كرد فعل على تناول أبناء الراحل جمال خاشقجي السبت الماضي عن حقهم الخاص الذي كفلت لهم الشريعة الإسلامية وقرروا العفو عن قتلة والدهم، مولقين مجددا الباب أمام أي مزايدة على وطنهما. وفي تغريدة على تويتر كتب صلاح خاشقجي نجل الصحفي الراحل: نعلن نحن أبناء الشهيد جمال خاشقجي أننا عفونا عمن قتل والدنا. في دجنبر 2019 أصدرت محكمة سعودية أحكاما بالإعدام على 5 متهمين لم تعلن أسماءهم لضلوعهم في قتل خاشقجي، وذلك في إطار محاكمة سرية في الرياض.